موجز لأهم الأنباء كنقدموا لكم من شوف تيفي. أهلا بكم. ينعقد يوم غد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة. بلغ رئاسة الحكومة ذكر أن المجلس غادي يدرس في بدايته مشروع قانون كيتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وأضاف أن المجلس غادي يدرس بعد ذلك ثلاثة ديال المشاريع مراسيم كيتعلق الأول منها بإحداث وتنظيم معهد تكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة الأطلسية، والثاني بإحداث وتنظيم معهد تكوين في مهن صناعة السيارات بالمنطقة الحرة لطنجة، فيما يتعلق المشروع الثالث بإحداث وتنظيم معهد تكوين في مهن صناعة سيارات بالدار البيضاء. في موضوع آخر، تحول العشاء أقام مستشار جماعي بنواحي مدينة مراكش إلى مأتم بعدما تسبب الأكل في تسمم جماعي للمدعوين، وتعرض مجموعة من المستشارين والموظفين وأعيان الجامعة القروية دار السبت الجديدة تابعة لأية إيمور في نواحي مراكش تعرضوا لتسمم جماعي خلال حفل عشاء نظموا مستشار جماعي بالجامعة القروية المذكورة لفائدتهم. كتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون طقس يوم غد حار بمعظم مناطق البلاد لا سيما داخل وجنوب وشرق المملكة، ومن المرتقب أن تتشكل سحب منخفضة ومحلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وغرب الواجهة المتوسطية، وغادي تشكل سحب أخرى محليا غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية وعواصف رعدية محلية خلال الزوال. ذكرت صحف المحلية الصادرة اليوم أن سائق القطار اللي خرج عن سكته الأسبوع الماضي بسان جاك دي كومبوستيلا شمال غرب إسبانيا مخلفا 79 قتيلة وأزيد من 100 جريح كان كيتحدث في الهاتف لحظة وقوع الفاجعة. وضحت لما الصحف أنه بعد تحليل المعطيات الأولية للصندوقين الأسودين للقطار اللي تسلموا الثلاثاء الماضي للقاضي، أعلنت المحكمة العليا لغالسيا أن القطار كان كيسير بسرعة 153 كيلومتر في الساعة حين خروجه عن سكته في مقطع حددت سرعة فيه سلفا في 80 كيلومتر في الساعة. في الخبر الرياضي، زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المغرب اليوم وامس لمناقشة ازمة الجامعة مع وزارة الشباب والرياضة ومونديال الاندية، وافادت مصادر مطلعة ان الوفد طلب لقاء العضوين الجامعيين كريم عالم واحمد غيبي خلال فترة اقامتهم بالمغرب اللي كتمتد 24 ساعة. بالخبر الرياضي كنختموا معكم موجزنا، كنشكر لكم طيب المتابعة، في امان الله.